عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الابتدائي في برنامج المدرسة النموذجية وإلى منهج اللغة العربية. أهلا وسهلا بكم أعزائي الصغار في أول وحدة من منهج اللغة العربية. في هذه الوحدة سنتعلم أيضا الكثير بعد أن تعلمنا الحروف قراءة وكتابة. الآن نستطيع أن نقرأ النصوص بشكل أسرع وبفهم وتركيز أكبر. هيا بنا إلى أول درس وهو بعنوان بيت جميل. في هذا الدرس أعزائي الصغار سنتعلم بعض المفردات، وكذلك سنتعلم بعض الفروقات ما بين الحروف المتشابهة والمختلفة. انظروا معي أولا إلى هذا المنزل الجميل، ماذا ترون أمامكم؟ نتحدث قليلا عن هذه الصورة. نعم، أنتم ترون بيتا تراثيا جميل. معروفة هذه البيوت عندنا في اليمن، هي بيوت تراثية وفيها أو قديمة تعتبر، وفيها يعني ملامح البيت اليمني. انظروا أمامكم إلى القمريات التي تزين هذا البيت الجميل. كذلك هذا البيت محاط بالعديد من الأشجار، أحسنتم، وهو أيضا بطوابق متعددة. نعم، هذا هو بيت يمني فريد ومميز. هذا شكله من الخارج، ما بالكم بشكله من الداخل؟ نحن نعرف جيدا كيف أن البيوت اليمنية مميزة أيضا من الداخل بديكوراتها المختلفة وأثاثها المميز. ننتقل إلى هذه الصور التي أمامكم، نشاهد ما الموجود في الصورة ونتحدث عنها. هذا رجل يمني، ماذا يفعل؟ إنه يبني بيتا، يبني بيتا. إذن الرجل يبني بيتا، أحسنتم. ماذا عن الصورة الأخرى؟ ماذا ترون؟ أنتم ترون فتاة أو بنت تحمل عنبا، تحمل عنبا. انظروا ما أجمل ملابس هذه الفتاة، إنها ترتدي أيضا ملابس بتراث يمني. البنت تحمل عنبا، البنت تحمل عنبا. ماذا عن الصورة الأخرى؟ ماذا ترون؟ إنه ذات البيت الذي شاهدناه في أول صورة. هذا بيت جميل، البيت جميل، البيت جميل. وهنا عنب، ومن المعروف أن اليمن تتميز بزراعة العنب. انظروا، هذا عنب أحمر وعنب أصفر وأخضر، وكذلك هناك عنب أسود. إذن عنب اليمن لذيذ الطعم. نقرأ العبارة، عنب اليمن لذيذ الطعم، أحسنتم. انظروا إلى هذه الصورة، ماذا ترون؟ نعم، أنتم ترون ثوب جميل، ثوب جميل ونظيف أيضا. هنا في هذه الصورة نرى عدة ثياب، لا نقول ثوب إنما نقول ثياب، ثياب جديدة، ثياب جديدة. نعود للصورة الأولى، هل تلاحظون الكلمات الملونة؟ هذا هو حرف الباء وهذا هو حرف التاء. هنا باء، باء في وسط الكلمة وباء في آخر الكلمة، وهذه هي التاء المفتوحة. هناك حروف متشابهة، الباء والتاء وكذلك الثاء. الباء نقطة تحت الحرف، التاء نقطتان فوق الحرف، أما الثاء فثلاث نقط فوق الحرف. نفرق بينهما وبين أشكالهما جيدا. هذا هو حرف الباء نقطة تحت الحرف، حرف التاء نقطتان فوق الحرف، وهنا حرف الباء، أحسنتم، نقطة تحت الحرف. انظروا هنا، هذا حرف، انظروا جيدا، ثلاث
نقاط فوق الحرف. إذن هذا حرف الثاء. أحسنتم، ثوب. جميل، هذا حرف الثاء في أول الكلمة. هنا أيضا حرف الثاء في أول الكلمة، وهذا هو حرف الباء في آخر الكلمة. إذن باء يكتب في أول الكلمة بهذا الشكل، في وسط الكلمة بهذا الشكل، في آخر الكلمة بهذا الشكل. التاء نفس الطريقة، فقط تختلف النقط عددها وكذلك مكانها. نعم، هذا هو التاء. الثاء بهذه الطريقة نتذكر فقط، نسترجع هذه المعلومات. أحسنتم، هكذا يكتب حرف الثاء، وهذا هو حرف الباء. إذن نحن الآن نستطيع أن نميز جيدا بين حرف الباء والتاء والثاء في مواضعها المختلفة من الكلمات، في أول الكلمة، في وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة. لنرى هذا التمرين الذي أمامنا. المطلوب هنا كلمات، هنا صور. المطلوب أن نقرأ الكلمات ثم نوصلها بالصور المناسبة. هيا بنا نقرأ. يبني، يبني. ما هي الصورة المناسبة؟ نعم، هذه هي الصورة المناسبة، يبني. أحسنتم، ما هي الصورة المناسبة لكلمة بيت؟ أمامكم الصور، جيدا انظروا إليها. هذه هي الصورة المناسبة لكلمة بيت. هذا هو البيت، هذا هو البيت. هيا بنا انظروا، نوصل، نعمل خط من صورة البيت وحتى كلمة بيت. انظروا، ماذا عن الكلمة الأخرى؟ انظروا إليها، نقرأها جيدا. عنب، أين العنب؟ أين العنب؟ أحسنتم، هذا هو العنب، عنب، هذا هو العنب. وبالنسبة للكلمة الأخيرة نقرأها أولا، علم بلادي، علم بلادي، وهذه هي صورة علم بلادي، هذه هي صورة علم بلادي. علينا أن نوصل الكلمات بالصور المناسبة، لا تنسوا فعل ذلك. رائع، إذن أنتم أيضا تتعلمون أن تصلوا ما بين المفردات من خلال ربط الكلمة بالصورة المناسبة. في هذا التمرين المطلوب هنا أن نقرأ الجمل ثم نلاحظ استخدام الواو. ما فائدة هذه الواو؟ سنقرأ الجمل معا ونلاحظ ما فائدتها. الرجل يبني بيتا، والمعلمة تبني عقولا. هل تفهمون معنى هذا الكلام؟ الرجل في الصورة السابقة يبني البيت ويعمره، بينما المعلمة أو المعلم ماذا يبنيان؟ يبنيان عقول الطلاب بالمعرفة والفكر. الرجل يبني بيتا والمعلمة تبني عقولا. هذه جملة وهذه جملة أخرى، ما الرابط بينهما؟ إنه حرف، أحسنتم، إنه حرف الواو، هذا هو الرابط. نقرأ الجملة الأخرى، التلميذ يرسم سيارة، التلميذ يرسم سيارة، والتلميذة تقرأ قصة، والتلميذة تقرأ قصة. هذا حرف الواو، ماذا فعل؟ ربط ما بين الجملتين، الجملة الأولى كلمة التلميذ يرسم سيارة، الجملة الثانية هي التلميذة تقرأ قصة، وماذا ربط بينهما؟ حرف الواو. الجملة الثالثة، الطبيبة تزور المريض، الطبيبة تزور المريض، والمهندس ماذا يفعل؟ يصنع سيارة، والمهندس يصنع سيارة. حرف الواو يربط ما بين الجمل. لاحظوا أيضا شيء آخر،
نتحدث هنا عن ذكر رجل وهنا عن أنثى امرأة، فنقول الرجل يبني والمعلمة تبني، نقول التلميذ يرسم والتلميذة ترسم أو تقرأ، الطبيبة تزور والمهندس يصنع. أحسنتم. إذن ما فائدة حرف الواو؟ فائدة حرف الواو في هذه الجمل يربط ما بين الكلمات، يربط ما بين الكلمات. أحسنتم. إذن ننتقل إلى درس آخر، ننتقل إلى هذا الدرس الآخر وهو نشاهد جيدا عنوان الدرس معا. هيا بنا. عنوان الدرس الجديد كما تشاهدون أمامكم حظيرة الحيوان. حظيرة الحيوان، ما معنى حظيرة؟ هل تعرفون ما معنى حظيرة؟ الحظيرة هو المكان الذي يعيش فيه الحيوان، وخاصة الحيوانات الأليفة كالأغنام والأبقار والدجاج وغيرها من الحيوانات، تسمى حظيرة، حظيرة الحيوان. سنتعلم أيضا في هذا الدرس الكثير من المفردات الجديدة. قبل ذلك عليكم أن تشاهدوا إلى أو تعبروا عن هذه الصورة التي أمامكم. نشاهد هذه الصورة جيدا، ماذا نرى فيها؟ من يقول ماذا نرى في هذه الصورة؟ نعم أحسنتم، نحن نرى مجموعة من الحيوانات. هذه هي الحظيرة، مكان الحظيرة التي يعيش فيها الحيوانات. لاحظوا، هذا ماعز، وهذا حمار، وهذا حصان، وهذا جمل، وهذه خرفان، جميعها تعيش في مكان اسمه حظيرة الحيوان، وجميعها أيضا حيوانات أليفة. أحسنتم، نستفيد منها. الجمل نستفيد منه كثيرا في أن يوصلنا إلى الطرق المختلفة، نستفيد أيضا من لحمه ومن لبنه، كذلك الحصان هو وسيلة للنقل ووسيلة أيضا للمشاركة في السباقات المختلفة، هنا أيضا حمار يحمل لنا الأثقال الكبيرة وينقلها من مكان إلى آخر، والماعز والخروف جميعنا نعرف أننا نستفيد من لحمها وغنمها وكذلك صوفها. أحسنتم، فهذه حيوانات أليفة نستفيد منها الشيء الكثير. هنا شجرة، وهذا هو مكان الحظيرة، وهناك أطفال يشاهدون هذه الحيوانات الجميلة. هكذا نتحدث عن هذه الصورة. هنا نقرأ الجمل قراءة جهرية صحيحة، ونركز على الحروف التي تحتها خط، لا تنسوا ذلك. انظروا أول جملة، جمال، جمال وأحمد يزوران حظيرة الحيوان. جمال وأحمد يزوران حظيرة الحيوان. انظروا إلى الأحرف التي تحتها خط، ج، ح، ح، ح. ننتقل إلى الجملة الأخرى ثم سنلاحظ ما الفرق بين هذه الحروف التي تحتها خط. في الحظيرة جمل وحمار وحصان وخروف مثل ما قلنا تماما. الجملة الثالثة، الحمار خلف الحصان، الحمار خلف الحصان. انظروا جيدا إلى الأحرف التي تحتها خط، ج، ح، ح، ح. الجملة الثانية، ح، ج، ح، ح، خ. أحسنتم. الجملة الثالثة، ح، خ، ح. إذن هل تلاحظون الشبه بين هذه الأحرف؟ نعم هناك شبه، مثل حرف الباء والتاء والثاء يشبهون بعضهم، كذلك حرف الحاء والجيم والخاء. هذا هو حرف الجيم، وهذا هو حرف الحاء، وهذا هو حرف الخاء. إنها نفس الأحرف تماما، فقط تختلف بالنقط. حرف الجيم يمتلك نقطة تحته، حرف الحاء لا نقطة لديه، حرف الخاء فوقه نقطة. جيم يكتب بهذا الشكل كاملا،
حاء وخاء. لماذا كتبناها مرة بهذا الشكل ومرة بهذا الشكل؟ هذه الأحرف منفصلة عندما تكون لوحدها، بينما هنا هذه الأحرف عندما تريد أن تتصل بأحرف أخرى تتخلى عن جزء منها وتمد يدها لترتبط بأحرف أخرى. انظروا، حرف الجيم مرتبط بحرف الميم، لذلك سيتخلى عن هذا الجزء منه ليرتبط بحرف الميم اللاحق له. حرف الحاء هنا مرتبط بحرف الميم، حرف الحاء هنا مرتبط بحرف الضاد، لذلك سيتخلون عن هذه الأجزاء منهم ليرتبطوا بحروف أخرى. ثم ننظر جيداً إلى هذه الصور، والمطلوب أن نصل بين الصورة واسمها ثم نقرأ. انظروا، نقرأ أولاً لنعرف يتبع هذه الكلمة تتبع أي صورة. الخروف، الخروف، أين الخروف في الصور؟ ها؟ أين الخروف؟ أحسنتم، هذا هو الخروف. علينا أن نصل الكلمة بالصورة. أين هو؟ نقرأ هنا الكلمة الأخرى. النجوم، النجوم، أين هي النجوم في هذه الصور؟ أحسنتم، هذه هي النجوم. الكلمة الثالثة، الحمار، الحمار، أين هو الحمار؟ هذا هو الحمار. أما آخر كلمة فهي جمال، جمال، أين هو جمال؟ هذا بالتأكيد جمال. إذن نقرأ أولاً الكلمات ثم نوصلها بالصور المناسبة. أحسنتم، انظروا إلى هذا التمرين، والمطلوب في هذا التمرين أن تكمل الكلمة بالحرف المناسب مستعيناً بالصور. الصور ستساعدنا كذلك. هذه صورة من؟ أحسنتم، هذا جمال، هذا جمال. إذن بدأ اسمه بأي حرف؟ هل جاء أم حاء أم خاء؟ جاء، أحسنتم. نكتب الحرف في الفراغ ونوصله بالأحرف الأخرى. ماذا عن صورة هذه الفتاة الجميلة؟ من هي؟ إنها خلود. إذن بدأ اسمها بحرف خلود بحرف خاء، أحسنتم، هذا هو حرف الخاء. نضعه لنكمل اسم خلود. هذه صورة خروف، خروف، وبدأ اسمه بحرف الخاء، أحسنتم، هذا هو الخاء، خروف. الصورة الأخيرة هي لحصان، حصان، بدأ بحرف الحاء، أحسنتم، حاء، حصان، حاء وليس هاء، هذا هو حرف الحاء، لا يوجد لديه أي نقطة. أنتم رائعون أيها الصغار. في هذا التمرين المطلوب هنا أن نكتب الجملة بخط جميل ثلاث مرات. من أجل أن نتعلم الكتابة جيداً علينا أن نكتب باستمرار، وإلا لن نستطيع الكتابة. ومن أجل أن نحصل على خطوط جميلة مرتبة مثلنا، مثل جمال أشكالنا وترتيب مظهرنا، علينا أيضاً أن نتدرب جيداً على كتابة الكلمات. نقرأ الجملة ثم نكتبها بطريقة صحيحة. الحصان جميل والخروف سمين. الحصان جميل والخروف سمين. انظروا، هذا سطر، ونحن اتفقنا أن الأسطر هي المكان الذي ترتاح فيه الحروف. علينا أن نكتب الحرف على السطر لكي يرتاح ويتمدد، أما لو كتبناه فوق السطر فسيتعب، لو كتبناه تحت السطر أيضا سيتعب. هيا بنا. الحصان جميل والخروف
سا نوم، ونحاول أن لا ننسى التشكيل. انظروا، لا ننسى التشكيل، أحسنتم. أريدكم أن تكتبوا بنفس الطريقة بهذا الشكل الجميل، حروف صغيرة، ليست كبيرة جدا ولا صغيرة جدا، وأن نضغط عند الكتابة على القلم جيدا لتظهر الحروف. إذن هذا هو درس اليوم، أخذنا درس حظيرة الحيوان وكذلك البيت الجميل، تعرفنا أو فرقنا ما بين حرف الباء والتاء والثاء، هي أحرف متشابهة ولكن تختلف في النقط، وكذلك حرف الحاء والجيم والخاء. علينا أن نتدرب على الأحرف ولا ننساها كي ننتقل إلى الدرس القادم. إلى اللقاء.